سمير شهاب الفضاء، ممثل الفضاء، رئيس الفضاء المغربي للمهنيين، رئيس الفضاء المغربي للمهنيين. اليوم عرفة نهاية الدوري الرمضاني للمهنيين الدورة الثالثة، يعني اليوم كان هذا العام كان عندنا واحد الهاجس أننا نكملوه قبل 20 يعني الأولى ديال رمضان، والحمد لله نجحنا من بعد ما بدينا الدوري اسبوع قبل رمضان، وحققنا الحمد لله الهدف ديالنا اننا نتوج للحين المهنيين، لان العشر الاواخر لا تسمح يعني للمهنيين انهم يلعبوا بنظرة العمل. اليوم كان لقاء قويا ما بين السلام الخضر الفروكي وجمعية السوق الكبير، حالف الحظ جمعية السوق الكبير الحمد لله، الهدف هو يعني هذه اللمة، هذا التأخي ما بين الجمعيات بيناتها، الهدف ليس التتويج، الحمد لله كلنا الحمد لله توجنا بهذا الروح الرياضية. الدوري يعتبر من أحسن الدوريات الحمد لله، كانت مرة في أجواء طيبة جدا. كنشكر الإعلاميين، الجماعة، المجلس التقليمي، يعني الصفحات الإعلامية، الشركاء ديالنا، يعني جميع الشركات اللي عاونونا واللي وضعوا فينا الثقة للسنة السادسة هذه الحمد لله على التوالي، والدورة الثالثة للفضاء المغربي للمهنيين. نضرب لكم موعدا في دورة أفضل وأحسن السنة المقبلة إن شاء الله، وشكرا لي هي بريس.